التعريف الطبي لتأخر الحمل كنهضروا من بعد سنة كاملة من المعاشرة الزوجية بدون استعمال حبوب منع الحمل. دونك هذا كاين بالشرط يكون الزوج موجود باستمرار حدا الزوجة، لان حنا كنلاحظوا بان بعض السيدات كيقول لك كيجيو يدوزوا كيقول لك انا الزوج ديالي كنشوفو غير الويكاند. دونك ما كنهضروش ديك الساعه واخا كتكون فايته السنه، ما كنهضروش على تاخر في الحمل، لان كيكون داك المرحله اللي غادي تلاقى مع الزوج ديالها ماشي هي مرحله ديال ماشي هو الوقت ديال التبويض. كاين النساء، عند بعض النساء خصهم يجيو يدوزوا بلا ما يتسناو هذيك السنه. بالنسبه للسيدات اللي كيتزوجوا في سن متاخر، نقولوا بعد 35 عام، خصنا كنا كنعرفوا بان بعد 35 عام كينقص فرص الانجاب عند المراه، لهذا ما خصهاش تضيع الوقت وتسنى. وكذلك بعض السيدات اللي عندهم اضطراب في الدوره الشهريه، هادو كنصحوهم باش يجيو يدوزوا قبل ما يتزوجوا باش يشوفوا هذا المشكل ديال الخلل اللي كاين في الدوره الشهريه. وبعض السيدات اللي كيكونوا عندهم في التاريخ جراحه على الرحم، مستوى الرحم، بعض الاورام الليفيه ولا جراحه في المبيض، هادو كذلك كنصحوهم يجيو عند الطبيب ما يتسناوش هاد السنه. المشكل اللي كنلاحظوه هو انه الرجل، بعض الرجال، حنا ما غاديش نعمموا، ولكن مالوغوزمون بعض الرجال كيلوحوا اللوم كلها على السيده، ما كيبغيوش يمشيو معاها الفحص الطبي، ما كيبغيوش يديروا داك التحليله ديال السائل المناوي اللي هي مهمه بزاف. حنا كاطباء اول حاجه كنديروا هو كنحلوا داك السائل المناوي، لان واحد التحليله بسيطه واللي ما كتسواش ما غالياش واللي كتقدر تفيدنا بزاف. من خلالها كنشوفوا واش كاين بعد الحيوان المناوي ولا ما كاينش، وفي حاله وجوده كنشوفوا العدد ديالو والشكل ديالو والحركه ديالو. في بعض الاحيان كنتفاجئوا كنلقاو ما كاينش كاع الحيوان المناوي من عدم، ما كاينش بالمره. هذا واحد المشكل اللي حساس، ولكن الحمد لله كاين العلاج ديالو. هذا في هذه الحاله كنشوفوا كاين جوج الاسباب رئيسيين، اما الحيوان المناوي راه كاين ولكن بسبب واحد الالتهاب في الجهاز التناسلي للرجل وقع واحد السدد، اذا راه كاين في الخصيه وما كيوصلش للمراه، ولا بعض الاحيان ما كيتكونش كاع. كاين بعض الرجال اللي ما كيتكونش عندهم الحيوان المناوي، كيكون هناك انعدام داك الخليه الام اللي كتنتج الحيوان المناوي، وفي هذه الحاله هي اللي كنصيفطو عند طبيب المسالك البوليه اللي كيدير كياخذ واحد العينه من الخصيتين. هي واحد العمليه جراحيه بسيطه كتعطي نتيجه وكتدار غير بالبنج الموضعي، وكتشوف كيشوفوا في الميكروسكوب كنشوفوا واش كاين الحيوان المناوي ولا ما كاينش. في حاله وجود الحيوان المناوي انا كنبغي نبشركم بانه نسبه النجاح ديال الحقن المجهري هو كبير، وبانه داك الحيوان المناوي نقدروا نخصبوا به عن طريق الحقن المجهري السيده. والموضوع بكثرة ما هو منتشر وقع واحد الخلط في الذهن ديال الناس. الوغ كنلاحظوا بان اي سيده كتمشي باش تفحص كنلقاو هذا المصطلح ديال تكيس المبيض، وخاصنا نفرقوا ما بين هو تكيس المبيض ومن هو ماشي تكيس المبيض، لان تكيس المبيض ماشي هو الكيست، ما عنده حتى علاقه بالكيست. الكيست هو كيكون واحد الكيست كيكون في اما عامر بالماء ولا كيست ديال الورم كيكون في المبيض، ما عنده علاقه بتكيس المبيض. باش نهضروا على تكيس المبيض خاص ثلاثه ديال الامور ضروريين، جوج من هاد ثلاثه ديال الامور اللي غادي نشرحو دابا. اولا خاص تكون كيكون عند المراه اللي عندها تكيس المبيض عدم انتظام الدوره الشهريه. كيجيو عندنا بعض العيالات كتقول لك انا قالوا لي عندي تكيس المبيض ولكن الدم عندي منتظمه. حنا كيدخلنا الشك كنقولوا غالبا راه ما كاينش هناك تكيس المبيض، لان تكيس المبيض كيعطي عدم انتظام الدوره الشهريه، اضافه الى امر ثاني اللي هو بعض الاعراض نتيجه ارتفاع الهرمون الذكوري عند المراه.
كيكون عندها الشعر بكثافه، كتكون عندها حب الشباب، هادو كلهم. وحتى الا درنا لها التحليله في المختبر كنلقاو داك النسبه الهرمون الذكوري مرتفعه. والركن الثالث هو داك ملي كتجي المراه عندها هذا المشكل ديال اضطراب العاده الشهريه ولا ديال هذا المشكل ديال الهرمونات، خاص الطبيب حنا اش كنديروا عن طريق ليكوغرافي، فحص بالصدى بالمنظار المهبلي، كنشوفوا المبيض من خلاله، كنشوفوا واحد كتكون عنده في تكيس المبيض واحد الصوره معينه، كيكون عنده داك الجيوب كثيره كتكون ان جينيرال فايته 12، كنكون عنده واحد في السطح المبيض. وإلا عندها المراه جوج من هاد ثلاثه الاعراض اللي شرنا لها، ديك الساعه راه كنهضروا على تكيسات المبيض. بيان سور العلاج هو ديالو كيتعالج. كاين بعض النساء اللي غير عن طريق الا نقصت من الوزن ودارت بعض التمارين الرياضيه والنظام الغذائي راه كترجع لها العاده الشهريه وكتقدر تحمل بدون منشطات المبيض.